ですね。宇佐美さんとかだっていいです。レンメニウム、あれ払ってレンメニウムする。ユラさんだっけ。レンメニウム、もばせってレンメ、レトゲレンメニウムです。レトゲレンメニウムです。أنا سمعت طبعاً حضرتك أدرى مني إن الله أعلم يعني ما أقدرش أكذب إنها ذكرت في القرآن. إيه اللي ذكرت؟ العلمانية. كيف؟ مش عارف. مش عارف. في ناس بتقول كده. لا هو حسب. أو في حاجة بتبشر بظهور العلمانية في مصر أو حاجة في المعنى ده. هو أولاً طبعاً لفظ العلمانية بهذا اللفظ غير موجود في القرآن قطعا يعني. ده طبعا امر سهل ان احنا على الكمبيوتر هنكتب كلمه علمانيه وبحث في القرآن فمش هنلاقي الكلام ده خالص. ده امر. الامر الاخر ان بحسب مفهوم العلمانيه ممكن بقى نجد مفهوما معينا ونجدوه موجودا في القرآن فبحسب مفهومنا احنا العلمانيه. فاذا حد بيتصور ان العلمانيه هي الدعوه الى العلم وكذا يعني ودي دعوه اسلاميه اصلا انسانيه عامه فالقرآن مليء بالآيات اللي بتحث على العلم يعني حتى العقيدة الإسلامية نفسها وأعلاها التوحيد لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى لما خاطب نبيه والمسلمين أو الناس فقال اعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله مش اعتقد وهكذا لا اعلم يعني خذ هذا عن علم وإدراك جازم مطابق للواقع وعن دليل يعني هم يعرفون في علم الكلام كلمة العلم فيقولون العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل يبقى لابد يكون في إدراك ويكون في جزم ولابد إن الإدراك الجازم ده يكون مطابقا للإيه للواقع لأن ممكن واحد بيجزم بشيء ولكنه ليس مطابقا للإيه للواقع فإدراكه هذا لا يسمى علما وبعدين يكون الإدراك ده ناشئا عن دليل يعني عن نظر وفكر وليس عن تقليل مثلا لأحد من العلماء أو ما إلى آخره فده العلم يعني كلمة العلم في الاصطلاح الكلامي الإسلامي بهذا المفهوم ومن ثم إحنا مطالبون بأن الأحكام الاعتقادية اللي إحنا بنعتقدها تكون صادرة عن علم واختلف العلماء والمسلمون في إيمان المقلد يعني الشخص الذي يؤمن بالعقيدة الإسلامية تقليدا لغيره هل يعني إيمانه صحيح أو غير صحيح ففيها مذاهب قال إن إيمان المقلد غير مقبول أصلا وغير صحيح وبعضهم قال إن إيمانه صحيح بشرط أن يكون جازما يعني لا يرجع إذا رجع المقلد يعني هو بيقلد شيخا مثلا أو عالما لكن لابد أن تقليده يكون جازما بحيث أن حتى لو رجع الشخص اللي هو بيقلده عن هذا الدين هو لا يرجع فيبقى إيمانه صحيح ولكنه آثم بتركه النظر والاستدلال والتفكير وده الرأي يعني المرتضى عندي إنه يكون آثما لأنه ترك النظر والتفكير فإذا كان العلم بالمعنى ده الإسلام أو العلمانية إذا حد بيتصور أنها بالمفهوم ده وهو ليس كذلك يعني لكن إذا تصورنا أو تصور بعض الناس أنه بالمفهوم ده فالقرآن مليء بالحث على النظر والفكر وأخذ الأمور بإدراك مطابق للواقع عند الله. السلام عليكم. ايوه على شيخ احمد انا معلش على التسجيل دلوقتي. طيب مفهوم العلمانيه اللي سائد في مصر ان هو فصل الدين عن السياسه. تمام؟ يعني ايه فصل الدين عن السياسه؟ او في حاجه في الاسلام بتنص او بتحوص بتحث على فصل الدين عن السياسه؟ ما هو برضه احنا لابد ان احنا نحدد مفهوم هذا الشيء حتى نحكم عليه. كما يقولون يعني الكلمة المشهورة الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلابد ان احنا نتصور هذه الدعوة اللي هي فصل الدين عن السياسة ما معناها؟ فلما بنحدد معناها نستطيع ان احنا نحكم عليها حكما صحيحا بناء على هذا المعنى انما من الاشكاليات اللي موجودة الان في الفكر العام في المجتمع ان الناس بتحكم على اشياء لا تدركها ولا يحددون مفهومها بشكل زي مثال الواقع دلوقتي زي مثلا الجماعه الاسلاميه او جماعات اسلاميه او جماعات الاخوان المسلمين واللي بتعمله التفجيرات والحرق والحاجات اللي في الشارع المصري يبقى ده كده هو ده شيء غير محبوب او غير مرغوب ده من الكبائر ده من الكبائر طبعا يعني هو اللي بيحصل الان بغض النظر عن الجهه اللي بتفعل لان انا يعني بحسي العلمي
ما استطيعش ان انا اقول الاخوان او غير الاخوان، انا ممكن يكون ليا رصد للواقع، لكن عشان اطلع الرصد ده اللي هو شيء داخلي اطلعه في حب، يعني في صوره حب ان فلان معين هو الذي فعل هذا، ده عندي انا بيبقى فيه اشكاليات كثيره ان انا اوصل ان انا اصدر هذا الحكم. يعني لازم يكون في حكم قضائي او في يعني شيء دامغ واضح قدامي عشان اقول ان فلان عمل كده. لكن اي مكان الايه الفاعل دي لا تخرج عن انها اما اعتداء على ممتلكات عامه او اعتداء على ممتلكات خاصه او اعتداء على الارواح بالاصابات او بالقتل. وهذه جرائم في الاسلام يعني ليست فوقها جرائم، ولا سيما ازهاق الارواح والاعتداء على الممتلكات. يعني في مقاصد للشريعه من ضمنها الحفاظ على ارواح الناس ومن ضمنها الحفاظ على اموال الناس. فاللي بيفعل التكسير والاعتداء على الاموال وعلى الاعراض وعلى الانفس هذا مرتكب لكبيره. فنيجي لفصل الدين عن الايه عن السياسه. باي مفهوم بنتكلم عن فصل الدين عن السياسه؟ يعني انا مثلا من الداعين الى فصل الدين عن السياسه، يعني انا ادعو الناس ان هم يفصلون الدين عن السياسه، وفي الوقت نفسه ادعو الى مزج الدين بالسياسه، لكن ده ليه مجال وده ليه مجال اخر. فبالنسبه لفصل الدين عن السياسه بمفهوم ان احنا رجل الدين او العالم الديني له احترام معين وله مصداقيه معينه عند الناس، فلا يصح ان هو يستخدم هذه المصداقيه في تأييد راي سياسي على راي اخر، ولا سيما اذا صدر في ذلك عن فتوى دينيه. يعني ممكن هو يقول رايه، وان كنت انا اصلا ضد كمان ان هو يقول رايه في المحافل العامه وكذا، لان هو بيؤخذ على انه دين بمجرد انه يكون بالزي وكذا بيؤخذ على انه دين. فالافضل حتى ان هو لا يبدي رايه في الاماكن العامه او في، لكن الذي ينبغي ان يمنع منه ويكون يصدر بقانون ويكون المجتمع واعي لهذا الامر، ان رجل الدين لا يصح ان هو يستعمل المنبر في المسجد مثلا لكي يروج لتيار سياسي معين دون اخر. القضايا السياسيه اللي هي محل خلاف بين الناس، هل هذا الذي حصل مثلا في 3/7 واحنا النهارده 3/7 ده انقلاب ولا ثوره؟ ما ينفعش المسجد يتكلم لا هو انقلاب ولا ينفع يقول ان هو صار، دي مساله خلافيه بين الناس. فيبقى رجل الدين ينبغي ان هو ينأى بنفسه عن ان هو يعني يرجح شيء بقوه المنصب الديني اللي هو فيه على شيء اخر. فمن هنا يبقى فصل الدين. ما ينفعش ان انا مثلا في المساجد، ودي بقى انا شفتها بنفسي، يعني في المساجد مثلا الاخوان يعملون الاعتكاف في المسجد. طيب الاعتكاف في المسجد ايه الاهداف؟ هم يضعون اهدافا لكل عمل من الاعمال التي يعني يقومون بها. فيقول الاهداف مثلا التعريف، يعني تعريف الناس اللي هيترددون على الاعتكاف يعني والجمهور اللي بيحضر، تعريف الناس بدعوه الاخوان المسلمين. اثنين مثلا ايه ضم اعضاء جدد، يبقى ده هدف مثلا واحد وهدف ايه الثاني. وبعدين المقرر الدراسي في الاعتكاف، هيدرسوا كتاب مثلا بعد العصر كده رسائل حسن البنا مثلا يعني، فده لا يجوز. يبقى هنا لو كده لا لابد من فصل الدين عن السياسه، لان الاعتكاف ده عمل ديني وله مقاصد معينه في الاسلام. فما ينفعش ان احنا نحول العمل الديني الى يعني حشد سياسي. صلاه العيد دي سنه في الخلاء، ولكن الخلاء مش معناه ان انا اسيب الجامع واطلع في الشارع اللي هو عرضه 2 متر في وسط المساكن وبقى كده انا بصلي في الخلاء. وبعدين تلاقي الاخوان مثلا، يعني على سبيل المثال الاخوان، انا ساكن في شارع الجلاء في فيكتوريا، شارع الجلاء ده بيفصل بين منطقتين، منطقه المنتزه ومنطقه الرمل، حتى في التقسيم الاداري للحكومه وفي التقسيم الاداري للاخوان كذلك. فتلاقي الاخوان بتوع المنتزه عاملين في الشارع ده صلاه العيد في الخلاء، واخوان الرمل عاملين في الشارع القريب منه يعني على مرمى البصر صلاه العيد في برضه بس بتاعت منطقه الايه الرمل. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال صلاه العيد في الخلاء ده المقصد تجميع الناس، مش ان الاخوان يعملوا صلاه والسلفيين يعملوا صلاه والجماعات الفلانيه تعمل صلاه وكذا. يعني احنا مش في ايه، مش في مباراه للصلوات، ده احنا المفروض نتجمع كلنا في مكان كده في ظاهر البلده، تظهر قوه المسلمين في هذا الايه التجمع، ويشعرون يعني بالعزه يعني وبالتواجد في مكان واحد في وقت معين من العام. فهنا طيب الاخوان مثلا برضه انا عن قرب اعرف ان هم صلوات العيد دي بالنسبه لهم بتبقى برضه ورقه ضغط سياسي، ان احنا والله بيحضر لنا في اسكندريه مثلا بنعمل 40 صلاه، بيحضر هنا 5000 وهنا 60000 وهنا المجموع كذا، يبقى ده جمهورنا.
فاحنا بنستخدم دي ورقه ضغط مثلا على النظام في ان لينا مطالب معينه وكده. يبقى تحولت صلاه العيد اللي هو عمل ديني الى عمل سياسي. اذا كان مثلا في انتخابات مجلس الشعب فيجي يبدا ناس يدعون للمرشح ده داخل المسجد او باستخدام خطاب ديني ويقولون مثلا انا مش سنه 95 كنت ماشي في الشارع فكان في احد المرشحين من جماعه الاخوان مثلا الناس بيهتفون ويقولون الاسلام قادم، يعني الهتاف بتاعهم الاسلام قادم. طيب يعني هو الاسلام قادم لما فلان ده يدخل مجلس الشعب، واذا لم يدخل ونجح مثلا منافس له يبقى الاسلام مدبر. فده نوع من الخطاب اللي فيه خلط الدين بالسياسه، ده مرفوض. وانا مع فصل، اذا كان يعني فصل الدين بالسياسه بمعنى فك هذا الاشتباك، فانا طبعا ايه معه قلبا وقالبا، ومش معه حتى من خلال يعني رايي الشخصي بل من خلال فهمي لقواعد الاسلام وقواعد الدين. في احيانا بتبقى يعني قضايا معينه بتثار، بنفاجئ ان في طرف بيجي في الحوار بيتبنى وجهه نظر معينه ويداعم وجهه النظر هذه بنصوص دينيه محتمله. ما هو انت لو جيت قلت لي ان احنا مثلا نمنع يعني لا نعطي مثلا تصريحات باماكن يمارس فيها الزنا مثلا كما هو موجود في بلاد اخرى، يعني في الدعاره مرخصه. فلو جيت تقول لي انا مش لا يعني ممنوع ترخيص الدعاره واستدللت على ذلك بنص ديني، ده شيء واضح وهو محل اتفاق بين جميع المسلمين. انما لما تبقى مساله خلافيه في ان مثلا هل نثبت الرؤيه برؤيه الصوم مثلا بالرؤيه اللي هي بالعين المجرده، ولا ان احنا نثبت الرؤيه من خلال الحساب الفلكي، دي مساله خلافيه بين العلماء. فما ينفعش واحد يجي واحنا من سن تشريعات عشان تشريعات مثلا لاستطلاع الرؤيه، ما ينفعش يجي يكلمني بخطاب ديني ويستدل على رايه بايات قرانيه، لان دي خلاص دي محل يعني ليست محل النزاع. احنا بنفكر او مثلا في اي قانون من القوانين في يحقق مصلحه ما للمجتمع، دي يعني نفكر فيها من خلال المصلحه، هذا القانون يحقق مصلحه او لا يحقق مصلحه. مثلا هندي مثالا مثلا بالقضيه الشائكه اليومين دول اللي هي هل صليت على النبي اليوم؟ مثلا ده امر مخالف، تعليقه على زواج السيارات ده امر مخالف للقانون بلا شك. ولكن الصلاه على النبي لها فضل كبير. فانت لو سالتني هقول لك لا ما تعلقش على السياره، لان ده امر مخالف للايه؟ للقانون. طيب نعمل ايه؟ نشوف اولا مبررات هذا الامر في القانون ايه؟ وبعدين نعيد النقاش مره اخرى في القانون، ونسن القانون تاني، ناكد القانون ده او نعدل فيه بحيث ان احنا نسمح بهذه الورقه. تمام؟ ونقعد نتناقش في هذا بما يحقق مصلحه الوطن طبقا لمعطيات معينه علميه وفي رصد الواقع وكذا وكذا وكذا. انا لست قابلا ان يجي حد واحنا بنتناقش مثلا في مجلس النواب على ان احنا نعدل القانون ده او ما نعدلوش، ان يجي حد يروح جايب لي من المكتبه الشامله مثلا 100 حديث و300 قول من اقوال العلماء في فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لان مش هي دي القضيه اللي احنا بنتكلم فيه. احنا بنتكلم في تعليق هذه اللافته وغيرها على زجاج الايه السيارات، ده مثلا بيحجب رؤيه، ده بيسبب مشاكل معينه، يبقى بنتكلم من خلال هذا الايه؟ الاطار. فاحيانا الناس المتدينين والمشايخ والجامعات الاسلاميه بتبقى العمليه مختلطه عندها، فيجي يتكلم مثلا في الجلسه دي يتكلم باسم الدين وان هو بقى المحامي عن الدين، وهو اللي يعني بيشجع الناس على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانه غيره اعداء لهذا، بينما الامر ليس كذلك، الامر ان غيره يعني بيدعو الى يعني انا الان بدعو الى احترام القانون. صحيح انا مع يعني الناس تظهر عاطفتها تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وضد التصريحات اللي بتطلع هنا وهناك، مثلا في تصريح مثلا بان احنا هنكافح هذا الامر ونقضي عليه يعني في خلال فتره قصيره من الجهات المسؤوله وكده، انا ضد هذا التصريح، لان برضه احنا لما نيجي نفكر في الموضوع هنلاقي ان ده مش قائمه الاولويات بتاعتنا. يعني احنا في عندنا اشياء كثيره مخالفه للقانون، مش معنى دي اللي احنا هنكافحها ونقضي عليها مثلا في اسبوع. فيعني التعامل اللي فيه لغط ده انا ضده، لكن في الوقت نفسه ضد الشخص اللي هو يعني بيخالف القانون. لا يجوز شرعا، لا يجوز للانسان ان يخالف القانون، لان القانون ده هو عقد بين الناس من خلال مجالس تشريعيه معينه، فاصبح عقدا بين الناس، فالالتزام بالعقود ده امر من الواجبات الشرعيه.
فبرضه نرجع تاني ففصل الدين عن السياسة، بمعنى ان لما نيجي ندخل في نقاش المحددات النقاش امر مختلف تماما عن النصوص الدينية، فنفاجئ بشخص يريد ان يضحي النصوص الدينية في هذا النقاش، يبقى هنا بنقول بفصل الدين عن الايه، عن السياسة، بمعنى ان ايه، رجل الدين مش مجاله السياسة، ورجل السياسة مش مجاله، انا غير قابل ان السياسي يبدأ يتكلم في الايه، في يعني في التخصص الدقيق في العلوم الدينية اذا كان جاهلا به لمجرد ترجيح مثلا ايه اتجاه معين او كذا او كذا، كما انه غير قابل ان رجل الدين يشتغل بالسياسه، لانه اذا اشتغل بالسياسه اولا المعادله بتختل، بمعنى ايه، بمعنى ان انا لو هتكلم مع حضرتك في قاعدين عاملين جلسه معينه لمناقشه موضوع معين، تمام، لو انا اديت لنفسي سلطه دينيه اقوى من سلطتك النقاش مش هيبقى منتجا ومفيدا. طب انما لو تكافأت الرؤوس النقاش يكون اجدى. فمشكله تدخل رجل الدين في السياسه، اول حاجه ان هو الكافه بتختل، ان هو بيبقى ليه تعظيم معين ومكانه معينه ورايه ليه قداسه معينه، فبتلغي الاراء الاخرى، بينما قد يكون الخير في هذه الاراء الاخرى. المشكله الثانيه، وهسمح لك بقى انك تقاطعني بعديها، المشكله الثانيه ان اذا تدخل رجل الدين في السياسه اصبح منحازا الى فئه دون فئه، ففقد حيادياته وفقد ايه قدرته على التاثير في الناس بعد ذلك، لان هو يتبنى رايا سياسيا مخالفا له، فاذا راهم بعد ذلك يعني يفعلون منكرا من المنكرات او اراد ان يدعوهم الى خير لن يسمعوا له، لانه في طائفه وفي يعني انحاز الى فئه دون فئه اخرى يريد ان يخاطبهم الخطاب الديني اللي هو وظيفته بالاساس. بص فضلتك اتكلمت على هل صليت على النبي اليوم من منظور الاستيكر اللي اتلزق على العربيات، تمام، ولكن في جهة اخرى اللي هي على المحلات وعلى واجهات البيوت ومش عارف ايه، كل حتة فيكي يا مصر عليها الاستيكر ده، والاستيكر ده انا كمواطن او كرجل يعني ادعي ان انا بعمل في السياسة شايف انها ورقة ضغط من مش هحدد فصيل معين، هقول ورقة ضغط من الاسلام السياسي، من جماعات الاسلام السياسي للحكومة لإظهار مدى انتشارهم في الشارع. تمام؟ بحيث لما يبقى في انتخابات جاية يبقى احنا بص انتشرنا ازاي في شوارع مصر كلها مش في اسكندرية بس، ومش عايز اقصرها على العربيات ولا على الميكروباصات ولا على الكلام ده. انا باصص لها من المنظور الشامل. تمام؟ دي بقت على كل بيت، على كل عمارة، على كل وجهة محل، على كل فاترينة، على كل واحد ماشي في الشارع، على بقت منتشرة بطريقة رهيبة. دي هل بغض النظر بقى عن العربيات، هل الدولة يجوز انها تكافحها بالطريقة دي؟ يعني تكافح الورقة دي؟ لا، اصل انت حضرتك بتتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن امر اولا هو غير مخالف للقانون. يعني في قانون بيمنع على السيارات، لكن ما فيش قانون بيمنع على واجهة المحلات. إذا كان في قانون ماشي، لكن اللي أعرفه إن مفيش قانون بيمنع يعني. مفيش. تمام كده؟ فإذا هذا الأمر أولاً غير مخالف للقانون. ثانياً إحنا بنفترض، اتفضل. لا ماشي. إحنا بنفترض إن إيه؟ إن يعني إن الظاهرة دي في من يحركها ويريد من ورائها يعني غرضاً سياسياً معيناً. بنفترض هذا. طبعاً هذا يعني إذا سلمناه في المحرك لا نسلمه في المحرك بقى اللي هو الشعب العادي، اللي هو انا جيت حطيت على بيتي، انت حطيت على المحل بتاعك، يعني ده لا شك ان ده مش قاصد هذا، لكن ممكن يكون في جهه معينه هي اللي ايه المحركه لهذه الظاهره، ويكون ده من غرضها اللي هو الغرض السياسي اللي حضرتك بتقوله. تمام؟ فاحنا هنا اول حاجه بنخاطب هذه الجهه اللي هي الغير المعينه بالنسبه لنا، بنقول لها انه يعني ان الصلاه على النبي هذه فرض ايه ديني، على فكرة هي مش نفل، ده فرض، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، هذا فرض ديني، لكن لا ينبغي إن احنا نجعل الفروض الدينية محلا للدعاية السياسية والتنافس السياسي، لأن المقابل ليا على طول لما يشوف إن دي جزء من معركتي الانتخابية ممكن يأخذ موقف ضد هذا الفرض الديني، وهو هنا مش بيقاوم فرضا دينيا، ده هو بيقاوم نموا سياسيا لطائفة معينة منافسة له، فبالتالي احنا جعلنا هنا الفرض الديني مجالا للخلاف. ودي الخطا الكبير، يعني من ضمن الاخطاء الكبيره التي وقعت فيها الجماعات الاسلاميه عموما، ان هم جعلوا يعني الشيء الديني او الفرض الديني او المكارم الاخلاق الدينيه او كذا جعلوها محلا للتنافس واداه في الصراع
السياسي. فبالتالي اصبح ان زي مثلا كلمه الاسلام هو الحل على انها كلمه عموميه وكذا، لكن في المجمل طبعا المسلم المفروض يعتقد ان الاسلام يعني بتوجيهاتي وكذا في حل لجميع المشاكل على الاقل بشكل غير مباشر. ان الاسلام لما بيحضني مثلا على اتقان العمل وبيحضني على التخطيط وكذا وكذا، فده هو المدخل والمفتاح لحل اي مشكله. فده المفروض في البوم انا اعتقد ان الاسلام فيه مفاتيح الحل، يعني هو مفيش فيه الحل المباشر لمشكله مثلا الصرف الصحي، مفيش حل مباشر في الاسلام لمثلا مشكله الوقود والبنزين، مش هنلاقي في القران ولا في السنه ولا في كلام العلماء حتى حلا لهذا. لكن في حل بشكل غير مباشر اللي هو زي ما بقول لحضرتك ان هو بيديني منظومه قيم وطريقه في التفكير وكذا هي المفتاح لحل هذه المشاكل. ففي الجمله انا كمسلم المفروض اعتقد بهذا. لكن لما رفع شعار يعني رفع هذا يعني هذا القول كشعار سياسي اصبح الناس انقسموا الى فريقين، فريق مع هذا الشعار وفريق ضد، فدي خطا كبير حصل. ان انا اجي هل صليت على النبي ده فرض ديني وشيء له فضل عظيم وفضل كبير حولته الى اداه في الصراع السياسي. فاول حاجه خسرتها ان خليت ناس تتكتل ضد ايه؟ ضد هذا الامر اللي هو فرض ديني اصلا، لان هم ارادوا ان هم يمنعوا يعني فرصه للخصم الايه؟ السياسي. فده بنتوجه اليهم بنقول هذا المسلك مسلك غير صحيح. انك تخلي الفرض الديني او الشعارات الدينيه او كذا تخليها اداه في الصراع السياسي. ولكن يعني لا اكتفي بهذا، لكن في المقابل بقول اذا كان هؤلاء يعني اتخذوا هذا اداه، فالمطلوب من الاطراف الاخرى اذا كانت عاقله انها تتعامل مع هذه الظاهره بعقل. طيب انا خصمي بيقول هل صليت على النبي، انا هفترض نفسي الان ان انا المنافس لهؤلاء السياسي، هعمل ايه؟ هروح جايب هم قالوا هل صليت على النبي اليوم، هروح انا جايب ايه الاستيكر ده واعمله بشكل اجود، تمام، وممكن اطور فيه في المفهوم بتاعه في الفتره بتاعته يعني بشكل اخر، اضم اليه فرض هل صليت على النبي اليوم وهل صليت الفجر في جماعه. لو ناس بتفهم بقى الخصوم السياسيين لو بيفهموا يعملوا كده، تمام، مش انتوا بتستغلوا عاطفه الشعب الدينيه، طيب احنا معاكم احنا مش ضدكم، في هو برضه مش هيبقى استغلال، ده هيبقى اعلان ان احنا لسنا ضد هذا، اذا كنتم متجهون لهذا فنحن لسنا ضد هذا، نحن مختلفون معكم في واحد اثنين ثلاثه من امور السياسه، لسنا مختلفين معكم في هذا الامر. فنفوت الفرصه على هؤلاء، انما احنا بنتعامل بايه؟ برد فعل عنيف، فيظن الايه؟ او يروج هؤلاء، هذه الجماعات بتروج اللي هو بقى المحرك، انا ما بتكلمش على اللي بيعلم، انا بتكلم على المحرك لهذه الظاهره، يبدا يروج ان الاسلام ضد الايه؟ ضد الاسلام والصلاه على النبي، وان حازم ضد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وان الدوله ضد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وان الحزب الفلاني ضد الصلاه، وهذا الامر ليس صحيحا. في الجمله يعني قد يكون في ناس ضد الصلاه على النبي وعندها حساسيه من ان الناس تعبد الله، كما قال الله تبارك وتعالى: واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. ففي طائفه كده، بس انا مش مهمتي ان انا اقول فلان ده من الطائفه دي، هي متصوره عقلا انها موجوده، لكن انا احسن الظن للناس اللي بيقاوم هذه اليافطه ويرى انها لا يجوز او كذا او كذا، ده يعني حتى لو على المحلات، طبعا هي على المحلات جائزه كشخص كفرد عادي، انا بتكلم للمحرك اقول له لا ما تعملش كده، لكن المتحرك بقى اللي هو تحرك بهذه الظاهره مش هقدر اقول له ابدا لا ما تعملش كده عشان دي بتستخدم لفصيل سياسي معين. لكن ابدا اعمل توعيه للشعب ان يا جماعه دي مالهاش علاقه، دول ناس هنفترض ان اللي بيحرك هذه الظاهره ده من اعبد الناس ومن اتقى الناس، وانه يقيم الليل وانه هو بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 1000 مره وبيقرا قوله والله احد 50 مره، ماشي ده شيء، وكون انه يصلح انه هو يبقى عضوا في مجلس النواب ده شيء اخر، يعني ممكن يكون هو في كل صفات المتقين بس ما يصلحش انه يكون عضو في مجلس النواب. فبدل ما احنا نقاوم الظاهره دي بشكل معين يبدو ان احنا كاننا بنحارب الاسلام، لا احنا نعمل بقى مزيد من التوعيه في الشعب، نقول لهم والله اه الناس كويسين اللي بيصلوا على النبي واللي بيعملوا كده، بس ما كانش صح ان هم يستخدموها في يعني كاداه سياسيه، وعلى كل الاحوال طالما هم استخدموها احنا مش ضدهم في الحكايه دي، احنا ضدهم في الحاجات الثانيه، تمام كده. وعلى كل الاحوال الصلاه على النبي والعباده والتقوى هذه ليست معايير للتقديم في مجلس الشعب ولا في الرئاسه ولا كذا، كان وعي الشعب ايه المشكله في كده؟ الجزء الاول كده قرب يخلص، فانا عايز اخد من فضيلتك خلاصه اللي اتكلمنا فيه النهارده. انا النهارده يعني الكلام فيه اسهاب شويه مش عارف ليه. ف
فارجو ان انت تسامحني على الاسهاب اللي انا بقى. لا 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 ده فضلتك ده انت حديث مع سعادتك ممتع يعني. الله يكرمك. طب انا يعني ممكن في نقطه بس انا لم اغطيها في الفصل بين الدين والسياسه. انا قلت الفصل بين الدين والسياسه اذا كان بالمفهوم ده فانا معه قلبا وقالبا، لكن بعض الناس بقى وده ممكن يبقى مدخل لجزء تاني بعد كده، ان بعض الناس يروجون لفصل الدين بالسياسه بمعنى ايه؟ ان الدين كما انا يعني نقلت على صفحتي على الفيسبوك في منذ اسبوع تقريبا يعني قولا لبعض يمكن انت حضرتك برضه دخلت وعلقت عليه اعلاميه من الاعلاميين في التلفزيون المصري طالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي باعلان مصر دوله علمانيه وان الشعب المصري علماني بفطريات بفطرته ونزل 30/6 عشان يطالب بفصل ينادي بالعلمانيه وفصل الدين عن السياسه. نعم. فانا كنت نقلت برضه كلام الضيف اللي كان معاها ان العلمانيه هي الحل، ومن ضمن ما ذكر ان الدين محصور في الايه في المسجد وفي الكنيسه وفي المعبد فقط، وان هو ملوش علاقه بالايه بالواقع الناس. فاذا كان فصل الدين عن السياسه بهذا المفهوم فطبعا هذا مفهوم ليس اسلاميا بالمره، بل الاسلام يتدخل في كل شؤون الحياه من دخولك لدورة المياه، من اكلك، من شربك. الاسلام بيتدخل بيديك توجيهات في الاكل، بيديك توجيهات في الشرب، بيديك توجيهات في الصحة، ان مثلا يظهر الطعام لبلد ما تخرجش منها ولا يدخل فيها حد وهكذا. فالاسلام بيدي توجيهات للمسلم في سائر الايه الحياة. فما نقدرش نقول الدين مفصول عن حياة المسلم، مش مفصول عن الحياة الاجتماعية. احنا معظم المشاكل الاجتماعية اللي موجودة دلوقتي موجودة بسبب ان الناس لا تطبق احكام الشريعة الاسلامية في الطلاق مثلا، فتجد ان المطلقين يعني صار عدوين بمجرد الايه الطلاق وقبل الطلاق، ويسعيان بكل الطرق الى يعني اذلال الطرف الايه الاخر. فده القران ما قالش كده، قال امساكهم بمعروف او تسريحهم باحسان. فلما ما نطبقش الشريعه احنا هنا لما نطلق وننشر فضايحنا كده ونعادي بعضنا البعض هذا ليس من الاسلام في شيء. فالاسلام لا بيتدخل في كل امور الحياه، لكن التدخل ده هو المشكله، ان بعض الناس خلت التدخل ده بشكل يعني كانه قيد على النفوس وكانه حجر على العقول. فخلونا يعني خلوا الناس تكره هذا الامر، فكره ان الاسلام موجود في كل حاجه. يعني الاسلام موجود في كل حاجه بس يعني بطريقه غير اللي الناس بتمارسها بيها. ان الناس بتمارس الاسلام موجود في كل حاجه زي ما بقول لحضرتك، ان هو يجي خصمه السياسي يلغيه بايه او يلغيه بحديث ونقول الاسلام دين شامل، او ان انا مثلا اجي ايه عايز اعمل جماعه اسلاميه تعمل حاجه معينه في المجتمع، اقوم اقول الجماعه ايه الاسلاميه بتاعتي دي جماعه شامله. هو الاسلام دين شامل، يعني كما قال استاذ ابو العير ماضي وهو صديق يعني قديم، كان يقول كلمه يعني سمعتها منه منذ حوالي 19 عاما، كان يقول شموليه الاسلام لا تقتضي بالضروره شموليه التنظيم. يعني اذا كان في تنظيم معين او جماعه معينه منظمه مش بالضروره انها تبقى تعمل كل الحاجات اللي موجوده في الاسلام. في جماعه تخدم الدعوه، في جماعه تخدم الثقافه، في جماعه تخدم العمل الاجتماعي. لكن انا مش عشان اعمل جماعه اسلاميه لازم اكون بقى الجماعه فيها كل الايه الحاجات دي، لان ده فوق طاقه البشر، ده شغل دول وحكومات مش شغل ايه جماعات. فهم لما عرضوا شموليه الاسلام بالشكل ده وبالتالي بدا بقى يدخل الاسلام في صراع سياسي وكذا، بدات الناس تاخد رد فعل وتقول لك لا الاسلام ملوش علاقه بالحياه السياسيه. لا، الاسلام ليه علاقه بالحياه السياسيه، لان انا لما بصدر في رايي بصدر ايضا يعني السياسي اصدر عن يعني مجموعه من القيم والافكار الدينيه، منها مثلا قيمه الانصاف. يعني مثلا انا لما اتعامل مع خصم سياسي اتعامل معاه ازاي؟ هتعامل معاه ان انا اتمنى له الغلط، ان انا افشله واوقعه. طيب مثلا هنفترض ان انا ضد الانقلاب، هل اتمنى الفشل مثلا لرئيس الجمهوريه الحالي لمجرد ان انا معتقد فيه ان هو منقلب على الرئيس الشرعي؟ هنسلم ان هو منقلب على الرئيس الشرعي جدلا يعني، تمام كده، وان هذا ليس جائزا والى اخره، وساسلم لهذا فرضا يعني جدلا. لكن هل معنى ذلك ان انا اتمنى له الفشل؟ يعني انا كمسلم عادي، انا اخوان مسلمين، انا فرد من افراد الاخوان المسلمين مثلا، يعني انا طبعا لست من الاخوان ولا حاجه، لكن لو انا فرد من الاخوان المسلمين وشايف ان في قضيه معينه هل اتمنى له الفشل ولا يعني طب يا رب ينجح؟ ما هو لو نجح هيحل مشكلتي ومشكله جاري ومشكله ابن بلدي وهيحل مشكله بلدي وهنعيش في وضع افضل، تمام كده. يعني هو النجاح مش لازم يجي على ايدي انا، ربما يجي على ايد غيري. وبعدين النقطه اللي انا مختلف معاه فيها تتعالج فيما بعد، نشوفها فيما بعد مش مشكله.
تمام كده؟ وبعدين اذا فشل بقى بعد ما انا ساعدته يبقى ساعتها ممكن احاسبه وهكذا. يعني ده يعني التعقل في اخذ الامور. فعلى كل الاحوال الاسلام موجود في السياسه وموجود في الاقتصاد وموجود في المشكلات الاجتماعيه وموجود في تفكير الفرد وموجود، ولكن المشكله ان هو موجود بشكل خطا عند بعض الناس، فده بيدي رد فعل اخر عند البعض الاخر. تمام. الحلقه الجايه ان شاء الله هنستعرض فيها اسئله القراء والمشاهدين ونعرضها على فضيلتك ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. شكرا.